اهلا اهلا، انا هو احمد هيرو، احمد البطل، وانا الان متواجد مع فريقي، فريق الاساطير، فريق الابطال الخارقين. هذا هو زعرور البطل. اهلا وسهلا بكم، انا هو زعرور، زعرور زعرور البطل. اهلا يا زعرور البطل. وانا هي سوسي البطلة الاسطورية اللي بقضي على كل الاشرار في هذا العالم. اكيد اكيد. يلا يلا، انا لازم اني اروح على الغرفة تبعتي. بتكو اشي، يلا الى اللقاء. الى اللقاء يا زعرور، يلا اذهب على الغرفة تبعتك. وانا كمان بدي اروح على الغرفة تبعتي. يلا يا زعرور افتح الباب، يلا سلم لي على القطة تبعتك طمطم. واو، هي هي مستخبي هون. يا طمطم يا طمطم، انا بحبك يا طمطم. مياو مياو. رائع، كثير كثير. خلينا اطلع. الى اللقاء يا زعرور. الى اللقاء. يلا يلا خلينا اطلع لعند سوسي البطلة واشوفها. يا ويلي، هيني انا جلست في هذا. اوه اهلا اهلا يا احمد البطل، اجيت عشان اشوف اذا انت دخلت في غرفتك، غرفة سوسي البطلة الاسطورية. يلا يا سوسي، يا زعرور البطل، باي لحظة انا يمكن اجيكو واطلب منكم المساعدة. اتفقنا اتفقنا اتفقنا. يلا الى اللقاء. الى اللقاء يا زعرور، الى اللقاء. يلا احنا في اخر فيديو مسكنا الشرير اللي اسمه، الان رح افرجيكو اياه، الشرير اللي اسمه ستيف الشرير، هي موجود بالاسفل. اليوم مين رح نمسك؟ اليوم رح نعرف، وانا رح اقضي على كل الاشرار في هذا العالم. لا 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 لا، انا هو المراقب، المراقب المراقب، وهيني جالس بشوف في هذول الشاشات على اي مشكلة، لانه انا هو رئيس المراقبين، واي اشي بصير بجوار كوكب احمد البطل رح احكي لاحمد البطل. خليني بدي اشوف. ايه يا ويلي، شو هذا الاشي اللي شايفه على الشاشات؟ والله غريب كثير كثير. كوكب والد، كوكب عملاق، مشكلة كبيرة، انا لازم اني اروح الان واحكي لاحمد البطل. يلا يلا يا احمد البطل، مشكلة كبيرة، هاي مشكلة كبيرة. يا ويلي، رئيس المراقبين بيحتاجني، خلينا اروح اشوف شو بده. هاي هاي يا احمد البطل، مشكلة كبيرة، في كوكب عملاق جاي باتجاه الكوكب تبعك، بترجاك تروح. يا ويلي، شو اللي جالس بصير؟ وانا شفت كمان على الشاشة، انا شفت على الشاشة كمان. نعم، في كوكب عملاق. يا ويلي، انا لازم اني اروح اشوف هذا الكوكب العملاق اللي جالسين بتحكوا عنه. سوس البطلة تعالي معاي، رئيس المراقبين انزل تحت وكمل مراقبتك. ماشي ماشي، اقول لك رئيس المراقبين. نعم نعم يا بطل الابطال احمد البطل، روح نادي زعرور البطل. اتفقنا. ماشي ماشي، يلا يلا بدي اروح انادي زعرور البطل. يلا يا فريقي، يا فريق الابطال الخارقين، تعالوا تعالوا معاي. هاي نيديت، انا هيني اجيت. يلا خلينا نطير، خلينا نطير ونشوف ايش هذا الكوكب اللي قده. شو هذا؟ شو هذا يا عائلتي؟ انتو شايفين شو هاي المشكلة الكبيرة؟ شو هذا الكوكب؟ انت شايف يا زعرور البطل؟ انت شايف يا سوسي؟ نعم، وال شو هذا؟ شوفوا كوكب احمد الاندرمان. يا ويلي، احمد البطل ضد احمد الاندرمان، انتو شايفين؟ يا ويلي، شو هاي المشكلة الكبيرة؟ نعم مشكلة كبيرة. يا ويلي، بدي اروح انا، بدي اقرب عليهم، بدي اطير على جهة هداك الكوكب. ماشي يلا يلا، خليني بدي اطير. مثل هيك يا ويلي، حاسس اني بدي اختفي، حاسس اني بدي اختفي يا ويلي. ايه، وين اختفى؟ وين اختفى؟ وين اختفى زعرور البطل؟ يا ويلي، ما بعرف، اختفى من الوجود. روحي وجربي انتي يا سوسي، روحي وجربي انتي. يا ويلي، خليني بدي اروح واجرب. يا ويلي، حس بشعور غريب، حس بشعور غريب يا ويلي. اختفت سوس البطلة كمان، شو اللي صار فيهم؟ انا بدي احاول، بدي شو اللي جالس بصير؟ حسيت حالي بدي انتقل. يا ويلي، شو اللي جالس بصير؟ انا مش عارف لحد الان ايش اللي جالس بصير بصراحة. هذا الكوكب اي واحد بقرب عليه بيختفي. فريقي سوس البطلة وزعرور البطل اختفوا من الوجود، شو اللي جالس بصير؟ يا ويلي يا ويلي،
أين أنا جالس؟ بشتغل على هذول الحواسيب وأنا جالس بحاول إني أشيل المشاكل اللي في كوكب أحمد البطل، لأنه أحمد الإندرمان خطير كثير كثير. يا ويلي مبين عندي إنه سوس البطلة وكمان زعرور إجوا. هي يا مراقب يا مراقب، أحمد البطل، نعم نعم يا أحمد البطل، اختفوا 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 فريقي، اختفى زعرور، اختفت كمان سوسي. شو بدي أسوي شو بدي أسوي؟ يا ويلي شو هاي المشكلة الكبيرة؟ هي يا أحمد البطل، أنا رح أحلها، أنا رح أحلها، أنا بصفتي رئيس المراقبين الآن أنا بدي أعلن الانتشار الحر، وهذا الإشي يعني القوة تبعت المراقبين. يلا الآن يا مراقبين، جميع المراقبين اشتغلوا واعملوا في أقوى إشي لديكم، لأنه أحمد البطل بده إيانا. شكرا لك كثير كثير يا رئيس المراقبين، هذا الإشي مستحيل إني أنسى لك يا طوال حياتي. شكرا لك أنت يا أحمد البطل، لأنه أنت اللي بتحمينا من الأشرار. طيب الآن شو بدنا نسوي يا صديقي؟ شو بدنا نسوي؟ لازم نخطط، بدنا نقضى على أحمد الإندرمان. ها ها ها، أحمد الإندرمان سوف يقضي على أحمد البطل. أنا قوي لدرجة إني بختفي وبظهر في أي مكان. انظروا انتقال، شاهدوا مثل هيك تماما، انتقال انتقال، شاهدوا كيف أنا هو أحمد الإندرمان. اطلعك بدي أنزل تحت، انتقال، أنا رح أقضي عليك يا أحمد البطل، لأنه أنا هو أقوى شرير في العالم. انظروا بقدر إني أنتقل لكوكب أحمد البطل مثل هيك، وانتقال. اطلعوا انتقال مثل هيك كمان، بقدر إني أنتقل لأي مكان، انتقال وانتقال. إشي رائع كثير كثير، أنا رح أدمر أحمد البطل تدمير. وأنا كمان لو بتعرفوا مين إجا زيارة لعندي، إجت زيارة رائعة لعند الكوكب تبعي، وهم عائلة أحمد البطل فريق الأسطوري. أول إشي هذا كوكبي، أنا مرعب قاتل سفاح كثير كثير مرعب، بس العائلة اللي إجت عندي عائلة رائعة وبيحبوا القتال، هي عائلة أحمد البطل، سوس البطلة وزعرور البطل. يا ويلي أنا حزين، أنا حزين كتير كتير. يا ويلي طلعنا يا أحمد الإندرمان، طلعنا من هذا المكان. مش راح أطلعكو، أنا أي أحد بدخل على هذا الكوكب ما بيطلع أبدا أبدا. يا ويلي أنا حزين كتير كتير، طلعنا يا أحمد الإندرمان. مستحيل مستحيل، أنا رح أقضي عليكو أنتو الاثنين. يا ويلي يا أحمد الإندرمان، أنت كتير كتير قوي، كيف هيك كيف؟ يا ويلي طلعنا من هذا المكان، طلعنا. مش رح تطلعوا، أنتو رح تموتوا. اطلعوا أنا شو بقدر إني أسوي، بقدر إني أنتقل من أي مكان لأي مكان، من وين لما بدي. طلعوا انتقال، أنا هو أحمد الإندرمان الشرير يا أحمد البطل، مش راح تقدر لي بالمرة بالمرة. هي يا رئيس المراقبين، أنا عرفت شو بدي أسوي، بدي أقضي على أحمد الإندرمان في الخطة اللي أنا وياك اتفقنا عليها. أيوة أنت تستطيع يا أحمد البطل، يلا روح على المقر السري تبعك، يلا 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 بدي يبدأ العمل تبعي أنا الآن. يلا وأنا الآن بدي أطلع إلى الأعلى عشان أشوف أحمد الإندرمان. شو يا أحمد البطل، أنت راح تموت على إيدي أنا. راح أقضي عليك أنت، وراح أقضي على زعرور البطل، وراح أقضي على سوس البطلة في أحلامك. بتعرف إنه أنا بقدر إني أنتقل؟ يلا يلا انتقال. يا ويلي شو هاي القوة تبعته؟ تعال هون، خذ لك هاي خذ لك هاي. يا ويلي آخ يا ويلي، شو القوة تبعته؟ وكمان في سحر في تبع هيك في اليد تبعته، ما بقدر إني أتحرك
يا ويل، شو اللي جالس بصير؟ يلا يلا اوه هيني قدرت. شفت كيف بقدر اني انتقل؟ انا هو احمد الاندرمان، انا راح احاربك وراح اقضي عليك يا ويلي. انا الخطة تبعتي هي اني اضيع الوقت مع هذا الاندرمان، احمد الاندرمان. يلا افرجيك كمان حركة يا ويلي، انا لازم اني احاربه، لازم اني احاربه. يلا ظهور، ظهور القوس الان. بوم، مثل هيك تماما. تعال هون يا شرير، خذ لك هاي. ايه وينه؟ هيني وراك يا جميل، خذ لك هاي، خذ لك هاي. لا انت اللي بدك تاخذ هاي. اخ يا ويلي، لما يضربني ما بقدر اني اتحرك، بدي احاول نصيده في هذا البو. خذ لك هاي، خذ لك هاي. انا اقوى منك بكثير يا غبي، انت جبان. اخ انضربت في نفس القوس اللي انا رميته. خذ لك هاي، خذ لك هاي. انا قوي جدا، ما في اي احد بيقدر لي. يا ويلي انا اتجمدت، انا اتجمدت، ما بعرف عنده هيك لعنة. انا هو احمد الاندرمان، خذ لك هاي. طلع كمان بقدر اني انتقل. خذ لك هاي، واحد شرير يا ويلي بيقدر انه ينتقل. خذ لك هاي، خذ لك هاي. انا هو احمد الاندرمان. يا ويلي وين اختفى هذا؟ هيني فوقيك، خذ لك هاي. اخ يا ويلي شو هاي القوة، لازم اني ابعد عنه. تعال هون يا جميل، تعال. يلا يلا يا مراقب، ابدا العمل تبعك. شو العمل تبعه؟ بده يراقب، انا راح اقضي عليك. خذ لك هاي، انت مستحيل انك تقدر لي. انا انت بتشتغل في القوة تبعتك، وانا بشتغل بالذكاء تبعي انا وفريقي. خذ لك هاي. يا ويلي شو اللي جالس بصير؟ تعال هون، انتقال. بدي انتقل على الكرة الارضية. اوه انتقال. يا ويلي وين انتقل هذا؟ وين هذا؟ راح يغلبني كثير كثير. يلا ابتدأ العمل تبعي انا الان. احمد البطل طلب مني المساعدة، وانا مستحيل اني اخذله. انا جهزت هذا البيكاكس، والان انتو راح تشوفوا انا ايش راح اسوي. يلا اركض، اركض يا رئيس المراقبين، سكر الباب. الان راح تشوفوا اقوى مهمة راح اسويها في حياتي تقريبا. انا راح ادخل في خطة احمد البطل. الان انا جبت الطائرة الاسطورية اللي موجودة قدام عيونكم عشان اطير. يلا يلا، هاي الاندرمان، احمد الاندرمان واحمد البطل في الاسفل جالسين، جالسين بقاتلوا بعض. يا ويلي لازم اني اسوي مثلك. يا ويلي، يا ويلي، شايفين كيف كان في لعنة الاندرمان، بس انا تخطيتها لانه احمد البطل حكى لي استراتيجية. احمد البطل انت راح تربح، وانت راح تفوز على هذا الاسم احمد الاندرمان بالتأكيد، بالتأكيد، لانك بطل الابطال. يلا يلا، لا تطلعوا صوت، لا تطلعوا صوت، خليني اسوي انا مثل هيك بسرعة بسرعة. يلا ولا صوت، ولا صوت، خليني اسوي انا مثل هيك تماما، وخليني اوطي صوتي على الاخر مثل هيك ومثل هيك. يا ويلي خايف كثير كثير انا حدا يسمعني. يلا يلا مثل هيك تماما. يا ويلي شو بدنا نسوي يا سوس، شو بدنا نسوي؟ مش عارفة، مش عارفة. ايه يا ويلي هذا المراقب. هي ولا صوت، ولا صوت. ايه المراقب، ولا صوت يا زعرور. يلا يلا خليني اكسر بسرعة بسرعة يا مراقب، خليني اكسر اساعدهم. يلا مثل هيك، وبعديها مثل هيك. يا ويلي شكرا لك كثير كثير. العفو العفو، هذا واجبي يا اصدقائي. يا ويلي شكرا لك كثير كثير يا مراقب. العفو. يلا هي بسرعة بسرعة، انتو طلعوا الاجنحة تبعتكو وخلينا نهرب. بسرعة بسرعة خلينا نهرب. ايه يا ويلي في ابرياء هون، خلينا نهربهم. هي زعرور استخدم القوة تبعتك وكسر كل هذول السجون. يلا يلا راح اكسر كل هذول السجون، وبعديها راح اهرب كل المساكين. يلا مثل هيك ومثل هيك. ايوه يلا الجميع يهرب. انا احمد البطل كلفني في هاي المهمة، ومش راح اخذله بالمرة بالمرة. يلا يلا ما في حدا، الجميع يطلع، الجميع يطلع، خلينا اكسر هاي. يلا يلا كسروا كسروا، خلينا نهرب كل السجناء المساكين من هذا المكان. هذا احمد الاندرمان هو خرب حياة الجميع. يلا يلا مثل هيك، اطلعوا اطلعوا، بتقدروا تطلعوا. يلا يلا بسرعة، بدي اكسر، بدي اكسر ضايل سجنين، خلينا اكسرهم. يلا يلا كسرهم بسرعة. يلا هيني كسرتهم. اهربوا جميعا، اهربوا جميعا، ما في اي حد يضل هون. يلا يلا انا بدي اطير، بدي اطير، خليني بدي اطير مثل هيك. يلا يلا انا جيت كمان، انا جيت. يلا يلا بسرعة بسرعة، يلا هي جبت كمان هذولا. يلا طير طير بسرعة. يلا يلا طير معي. يلا خلينا اسوي مثل هيك. يلا هيام جالسين، بلحقوا في هذول الابرياء. انتظروني انتظروني، خلينا اشوفهم مثل هيك ومثل هيك. خلص نزلتوا؟ اه نعم نزلنا، نزلنا. تعالوا لهون مثل هيك. يلا 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 خلينا اركب هاي الطائرة انا، وبعديها بدي
بدها بعد طيران. سويت المهمة يا أحمد البطل، سويتها، ساعدوني. أحمد البطل بده مساعدة. هبوط. أخ يا ويلي، شو اللي بصير معاي؟ قلت لك انت رح تموت على ايدي انا يا احمد البطل. يا ويلي، انت اللي صنعك واحد بيعرفني، واحد يعني سواك، يعني انت القوة تبعتك 10 أضعاف من القوة تبعتي. نعم، عشان هيك انا رح اقضي عليك. بعد 3 2 1 موت. خد لك هاي. زعرور البطل، زعرور الرائع. انا ايدين زعرور البطل. بوم 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 بوم. واو يا زعرور البطل، شكرا لك كثير. نعم، نجحت الخطة وساعدنا رئيس المراقبين الاسطوري. شكرا لك يا رئيس المراقبين. العفو. شكرا لك يا سوس البطلة. العفو. وشكرا لك انت يا زعرور البطل. العفو. الاندرمان الان، احمد الاندرمان، رح نحبسه في كوكبنا احنا، كوكب الابطال، كوكب احمد البطل. احمد البطل، زعرور البطل، سوس البطلة، المراقب، رئيس المراقبين، في كل مكان.